مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. 30 يونيو يوم تتقاذفه الأحداث في تاريخ السودان بين ذكرى الشؤم والصعد، صعد لم يكتمل وأحلام تتأرجح بين النكبات والأزمات. فمنذ 3 عقود شهد السودان ميلاد أسوأ الحقب عند انقلاب الإنقاذ، ومثل بارقة أمل وتطهير لدنس ونجس الأيادي الآثمة التي غدرت باعتصام الشعب الأعزل وأثخنت الجراح بالموت أمام القيادة العامة قبيل 3 أعوام مضت. استدارت الأيام وتتحلق بالبلاد نكبة أخرى ولا تعرف سبيل الانعتاق والتقدم بعد. أشهر انقضت منذ إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر، وتظاهرات الشعبية ازداد رقعتها لتمضي دون تراجع. 30 يونيو لم يكن سدرة المنتهى حسب ما يرى مؤيدوه، ولكنه درج يسمو في علياء الثورة في وقت يقلل آخرون من جدواه لجهة أنه لم يعد سوى يوم عادي لا يؤثر على المشهد الذي ظل صامدا أمام رياح الاحتجاج. حالة من التأهب والاستعداد والحشد والتحشيد المضاد تترقب يوما لن يكون عاديا حسب ما يرى مراقبون للمشهد، في وقت تعيش فيه البلاد واقعا عصيا تتكالب وتتصارع فيه الأزمات التي تحكم قبضتها على خناق المواطنين المكابدين للقمة العيش، بينما الأحلام تتمدد لدى البعض ويتعشمون أن تتحقق فيه ما عجزت عن الإيفاء به الأيام السابقة.